أسعد الله مساكم أحبتي، إن شاء الله كل ويكند وأنتم بخير. أنا ترى مثلكم يعني تفاجأت البارحة قبل أنام بخبر المانشيت بالصفحة الأخيرة، صورة جميلة لي كنت مصور مع صاحب السمو زين، وحاطين صورة وزير الداخلية. ما أدري إيش علاقة وزير الداخلية بموضوع إحالتي إلى 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 أمن الدولة وأمن الدولة إلى النيابة. عموما يطلع الخبر من وزير، من ما أدري منين طالع، من وزارة الداخلية أكيد يتسرب إلى هذا، وهذه الوزارة المؤتمنة على أسرارنا وعلى جناسنا وعلى كل أمورنا، فلما يكون فيها تسريبات كذي فشيء مؤسف صراحة. يبقى السؤال، هل إحنا فعلا نأتمنهم؟ وخاصة بعد ما طلعت الحين الفضايح مالت الضيافة ما الضيافة، فالوضع شوية غريب عجيب. عموما أنا بخير الحمد لله، أطمنكم ما حد دق علي ولا حد استدق. عموما أنا ما انتظرت أحد دق علي، أنا دقيت على كل الجهات المعنية. يعني أنا ترى يا جماعة ما أول مرة أروح نيابة، وايد رحت نيابة، وايد نواب علي مثلا، والحمد لله أموري طيبة الحين، ما عندي أي إدانة، كلها براءة إن شاء الله وتستمر هذه الحالة. عموما دقيت على الجهات المعنية، فعدة جهات قالوا لا ما يعني شيء عليك. بعدين عرفت أن الموضوع بأمن الدولة زين، في لي تغريدتين اللي يبي يفهمها يفهمها بأي شكل أي شكل. ممكن اللي يقول أنت تقصد السعودية، ممكن واحد ثاني يقول أنت تقصد إيران، ممكن واحد يقول تقصد أمريكا زين. المعنى بقلب الشاعر، لما يسألوني أجاوبهم في النيابة أنا شنو أقصد. بس بلا شك إني لما أكون أقصد السعودية، وفيديوهاتي اللي أنتوا شفتوها ونزلتها وتغريداتي زين فيها ثناء ومدح لزيارة سمو ولي عهد السعودية زين، وبدرجة التعاون بينه وبين الكويت، وإن شاء الله الأمور تنحل. كلام غريب يعني، بس تعرف اللي يدور عليك شيء أكيد يعني يحمل الأمور أكثر مما تحمل، ويأول على كيفه وعلى خيالاته. أطمنكم ماكو شيء، وبعدين النيابة منه وفينا، وإن شاء الله إذا دقوا علي يوم الأحد ولا الاثنين أي كان أروح لهم بصدر رحب، وهذا حقهم، وأنا مواطن قانوني.